هلا انا بعرف كثير ناس تعرضت للنصب من خلال موضوع اعاده التوطين الى كندا. كثير ناس تعرضت. هلا بالنسبه لنا نحن هون اعاده التوطين المسؤولة عنه هي مفوضية الأمم. طبعا عنده برنامج خاص فيهم، حتى يعني اللي بيقدم عن طريق السفارة الكندية اللي موجودة هون في لبنان طبعا بيرسلوا له رسالة عبر الإيميل أنه راجع المفوضية هي المسؤولة عن برنامج إعادة التوطين. طبعا السوريين ما بيرغبوا بس بكندا، بيرغبوا بأي دولة، لأنه الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي بدول الجوار صعب جداً. كثير ناس قالوا لي انه في اعلانات عن جمعيات ومكاتب بتسفر ممول بتطلع لي على صفحات السوشيال ميديا مثل تيك توك والامور هي. بس صراحه ما عندي جرأة انه اقدم على هيك شيء، لانه في كثير عمليات نصب عم بتصير بهالامر، وخصوصا يعني صارت هالاشياء تجاره بيتاجروا فيها. فمثل انا شخص اذا بدي اجمع حالي واتدين من هون واتدين من هالشخص وبيع كل شيء بملكه لجمع حق هالهجرة لسافر، وعلى صدفة انه ممكن تزبط ممكن لا، فهذا الشيء قضية حياة وموت ساعتها من عدا المخاطر اللي عم بتصير. سمعت كثير على التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، على التيك توك، كثير ناس انتصب عليا، عمليات احتيال كثيرة، وكندا هي الدولة الوحيدة اللي بنحب نطلع عليها لأنه أريح أأمن، إجراءات إعادة التوطين أسرع، وكونه أنا عندي إعاقة جريح فيها الاستشفاء والعلاج أسرع، وكلياتنا بنحب نطلع على كندا. يعني